يا هلا والله بكم حبايب، كيف الحال؟ عساكم بخير، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من لعبة حرب الممالك انفينيتي كينجدوم النسخة العربية. بهذا الفيديو راح نتكلم عن زعماء الأقزام أولاد غيل الموت، وكذلك كود الهدية الخاص بهذا الأسبوع. تابعوا معي الفيديو للآخر ويلا بينا. ملك الوركاء أتى ليحقق العدل. انفينيتي كينجدوم الآن بالعربية، حملها الآن. قبل ما نتكلم عن موضوع الأقزام خلونا نروح ندخل الكود. نجي أول شيء على صورة البروفايل بهذا الشكل، بعدين نجي على الإعدادات، من بعدها نجي على الاسترداد ونكتب هذا الكود على الشكل التالي، طبعا بالأحرف الصغيرة مو بالكبيرة. نكتب لافا لافا كيك، سجلوا هذا الكود عندكم لافا كيك بهذا الشكل، يعني كعكة الحمم. نجي نحط على تأكيد وبعدين والف مبروك عليكم جوائز الكود. قبل ما ابدا الفيديو تأكد انك ضغطت على زر اللايك واشتركت بالقناة وفعلت زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد بخصوص لعبة حرب الممالك من الشروحات واكواد الهدايا الى اخره. تمام اخواني، طبعا لادغي الموت او زعماء الاقزام لهم اربع انواع. عندك الاول لادغي الموت، والثاني المدمر العملاق، والثالث مترصد الحمم، والرابع القلعة المعدنية. طبعا كل واحد يعطيك صندوق وهدايا تختلف عن الثاني. حاليا انا ما عندي من هذا. اذا ما لقيت مثلا لادغي الحمم او عفوا اذا ما لقيت لادغي الموت من ليفل 3 ابحث عن ليفل 1، يعني دور لحتى تلاقي. طبعا انت لما تعمل بحث بهذا الشكل يظهر لك زعماء الاقزام اللي قريبين من قاعدتك. زعماء الاقزام موجودين بكل مكان بالخريطة، فيفضل تهجم على الاقرب منك لحتى ما يجي لاعب ثاني. مثلا اذا هجمت على واحد وما قضيت عليه يجي لاعب ثاني يقضي عليه بسهولة وياخذ المكافآت منك. اذا جينا على هذا مترصد الحمم، هذا مترصد الحمم يعطيك مثلا صندوق النار، مثلا الثاني يعطيك مثلا جليد، الثالث مثلا يعطيك صندوق اخضر الى اخره، وهاي المكافآت. خلينا نقرا هون الوصف. كاتب اكسب مكافآت مشاركة لمقابل تحدي زعماء الاقزام، اكسب مكافأة تقدم عندما تنخفض نقاط الصحة بالزعيم عن رقم معين. يعني حتى اذا هجمت عليه وما قضيت عليه يعني راح تحصل على مكافآت اذا انخفضت صحته لحد معين. يعني اذا هجمت عليه الهجمة الاولى ما قضيت عليه، هجم عليه هجمة ثانية بسرعة علشان ما يجي لاعب ثاني يكمل عليه وياخذ المكافآت منك. عندك هون نقاط الصحة، هاي نقاط الصحة الخاصة فيه. بعدين عندك الوقت اللي راح يختفي منه، يعني بعد 6 ساعات اذا ما هجمت عليه راح يختفي. وثالثا المهارات، هاي المهارات طبعا المهارة هاي لإله مو لإلك، هاي المهارة لإله. طبعا تختلف المهارات من زعيم للثاني. اخر شيء عندك المكافآت مثل ما تلاحظ، جواهر، مسرعات، موارد، وكذلك الصندوق راح يعطيك مكافآت حلوة ما عدا البلورات. البلورات بشو تفيد؟ طبعا البلورات تفيدك بتطوير التنين، تحتاج لهاي البلورات علشان تطور التنين، وما في غير مكانين موجودين باللعبة انه تحصل منهن على هاي البلورات. طبعا الاولى من خلال مهاجمة الزعماء، يعني تحصل على صندوق التنين. بعد ما تحصل على صندوق التنين تعال على هذا المبنى اللي اسمه كنز لافين مثل ما تلاحظ. بهذا المبنى عندك محل 3 صناديق. طبعا كذلك الصناديق في لها ليفلات معينة، كل ما كان ليفل زعيم الأقزام أعلى كل ما كان الصندوق أحسن. كذلك عندك من العادي إلى الملحمي وإلى آخره. عندك هون مكان 3 صناديق، بإمكانك يعني تفتح صندوق واحد منهن بهذا الشكل. إذا جينا حطينا التنقية يعني يتطلب 6 ساعات. أنا ما بدي الصندوق هذا، أنا بدي أروح أجيب الصندوق الأزرق. فأنت اختار الصندوق على حسب لون التنين اللي بدك تطوره، مثلا التنين الأزرق صندوق ازرق، مثل التنين الناري صندوق احمر الى اخره بهذا الشكل. عندك كذلك هاي المفاتيح، بامكانك تفتح هاي الصناديق من خلال هاي المفاتيح. كذلك تحتاج مفاتيح من نفس ليفل الصندوق لحتى تنفتح معك. البلورات بشو تفيدنا؟ طبعا مثل ما حكينا لكم البلورات تفيدك بتطوير مهارة التنين. اذا جينا على كهف التنين بهذا الشكل جنب التسريع عندك هون الترويض.
هذا الترويض مثل ما تلاحظ. هاي هي المهارات. طبعا التنين مهما كان ليفله عالي ما راح يفيدك، ما راح تستفاد منه شيء اذا ما طورت هاي المهارات. فانت تحتاج للبلورات لحتى تطور هاي المهارات. مثل ما تلاحظوا مطلوب مني 50 من هاي البلورات لحتى اقدر اطور المهارة على الليفل الثاني. طبعا اذا طورتها على الليفل الثاني راح تحصل على سمات وقدرات اقوى من الليفل الاول. فحاليا انا مهتم بتطوير التنين الازرق اكثر شيء، راح ادور عليه لادغ الموت او زعيم الاغزام يعني يعطيني جوائز للتنين الازرق. لا هذا ما يعطيني، هذا للارض. نشوف هذا شو يعطيني. هذا كذلك للنار. زعيم الاغزام اللي يعطيني الصندوق الازرق مو ظاهر بالمنطقه اللي انا فيها. خلي نهجم على هذا مو مشكله. اذا جينا عملنا هجوم بهذا الشكل مثل ما تلاحظوا، بامكانك تهجم هجوم عادي وبامكانك تهجم هجوم الضرر المتعدد. اذا هجمت بهجوم الضرر المتعدد راح يزيد قوتك 3 أضعاف، يعني 3 أضعاف القوة اللي عندي حاليا. بس راح يتطلب منك كثير نقاط اجراء، نقاط اجراء يعني طاقة. فانت لا تختار الهجوم المتعدد الا اذا كان زعيم الاغزام اقوى منك بكثير، لانه راح يتطلب منك 3 أضعاف الطاقة او نقاط الاجراء. زعيم الاغزام هذا ضعيف يعني ليفل 1، راح اهجم عليه بدون ما استخدم الضرر المتعدد هجوم عادي بهذا الشكل، لانه راح اهزمه بسهوله، قضيت عليه بسهوله. خلينا نروح نشوف التقرير. التقرير مثل ما تلاحظوا هاي الجوائز اللي حصلت عليها، صندوق التنين النار، تفاصيل. نجي نشوف التفاصيل. التقرير عندي اكثر شيء يعطي ضرر البطل روبن هود، هون العلاج كذلك الضرر المتلقي. فخ اللهب مستخدم فخ اللهب 4 مرات بمرة، 5 مرات هجوم عادي، يعني قضينا عليه بسهولة. تمام اخواني، كان هذا كل شيء عن الهجوم على زعماء الاغزام. بتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم واستفدتم من الفيديو. واذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، واذا انك مالك محمل اللعبه راح اسيب لك رابط تحميل اللعبه بالوصف، وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك راح اسيب لكم كمان صفحات المطورين الخاصه باللعبه على الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام، كذلك روحوا اشتركوا فيها. وبالنهايه لكم مني اطيب التمنيات. كان معكم اخوكم باسل، والسلام عليكم. إنني أرى النصر أمامنا. المستقبل واضح أمامي. Infinity Kingdom الآن بالعربية، حملها الآن.